حضرت. معانا المنتج إيهاب بطلعت. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في المؤتمر الصحفي النهاردة لمسلسل دنيا وشريهان. ياريت تكلمني النهاردة عن تجربة حضرتك في إنتاج المسلسل والتعاون مع إيمي سمير غانم ومع دنيا. الحقيقة التعاون مع الفنانة كبيرة دنيا سمير غانم موجود من الموسم اللي فات في مسلسل لهفة، أنا وشريكي الأستاذ هشام جمال من روزنامة. إحنا عن تعاقدنا مع الفنانة الكبيرة دنيا لعدة مواسم رمضانية إن شاء الله بإذن الله، ده الموسم الثاني بإذن الله يعجب الناس. كمان انبسطنا إن الفنانة الكبيرة إيمي عجبها الموضوع وطلع لأول مرة مع أختها، وإن شاء الله هيعجبكم بإذن الله. الفكرة المسلسل في حد ذاته كنيلي وشريهان مستمدة منين، وهل تم الموافقة من نيلي وشريهان باقتباس أسمائهم في المسلسل؟ بص يا فندم، بالنسبة لفكرة المسلسل هي فكرة المؤلف الكبير مصطفى صقر، وطبعا ده عامل أعمال كبيرة ناجحة جدا. بالنسبة للأستاذة نيلي والأستاذة شريهان، شرف كبير جدا إن احنا يبقى أسماء الأبطال العمل نيلي وشريهان. نيلي وشريهان دول أسماء أثروا الناس وأثروا في الناس، هو مش اقتباس ولا حاجة، من كتر حب الناس في نيلي وشريهان بقت ناس كثيرة بتتجوز وتخلف أسماء زي نيلي، وأسماء بقى في بنات كثيرة اسمها شريهان، ده من حب الناس فيهم. فبقى في بنات على كذا مستوى من الأعمار، من ايام ما نيلي كانت بتطلع فوزير ومن ايام ما شريهان سموا ولادهم نيلي وشريهان، فهو ما فيش اقتباس ولا حاجه. اسم نيلي وشريهان موجود في الشارع بكثره، لكن شرف لينا، وانا ما اعرفش ان هم زعلوا، ولو اعرف ان هم زعلوا اروح ابوس على راسهم. طيب اخر سؤال يا فندم، ايه راي حضرتك في دمج القنوات، وايه مصير قناه الحياه مع دمج القنوات اللي حصل مؤخرا؟ قناه الحياه شاشه رقم واحد في مصر بدون منازع وبدون مبالغه. دمج القنوات طبعا دي رؤيه لناس محترفه، اللي هم الناس العاملين على السي بي سي والنهارده، الناس محترفين عارفين صالحهم فين. اكيد ده جه نتيجه دراسه وتانيات وتغيرات سوق، اعتقد باذن الله ان ربنا اتمنى لهم التوفيق وبالنجاح. في المستقبل ممكن قناه الحياه تندمج مع اي قنوات مصريه او عربيه؟ انا مش صاحب قناه الحياه، اسال الدكتور سيد البدري. ميرسي جدا يا فندم. حضرت اقوى موقع فني في مصر.